شو اللي صار؟ وصلني رد على الإيميل. ايه؟ قال لي رح أعطيكي إخبار بتخص جلال بيع الكباب، وقال لي خلينا نلتقي. بتخص بيع الكباب جلال؟ هيك لكان. ايه شو علي؟ رح نروح نشوفه، ليش لا؟ ورح نعرف مين هو وشو بده كمان. ايه بس أنا كتير خايفة، مو سهل هالشي. أحلام ليكي، أنا فهمانك، بس أيا كانت هالمشكلة فنحن ما رح نقدر نتجاهلها، لازم نفهم شو الموضوع. أساسا أنت لا تخافي، يعني ما رح تكوني لحالك هنيك. ماشي. هو حدد مكان أو وقت الموعد؟ حلو كتير، معناتها نحن رح نحدد المكان والزمان. رح نقلك التفاصيل، افتح الإيميل. انتي جاهزة؟ ايه يعني، بس متوترة شوي. اسمعيني، ما رح اسمح لحدا يأذيكي ولا حتى يفكر يلمس شعرة منك، وهالشي واضح إلك مو هيك؟ غير هيك أنا شرطي، اوعك تنسي هالحكي، وإذا كان في حدا بده يخاف فهنن مو نحنا. خلص، مو أنت معي؟ مو خايفة من شي؟ يا عيني. إذا بدك تبوسني فبحب إلك إنه الوقت مناسب. صرت أحسن. إيه طبعا رح تصيري أحسن. غليظ. تمام. أوه. تعرفي شو لازم تساوي؟ شو قلي؟ بس تروحي بتاخدي اللي بيعطيك إياه من مكان الشخص. بتحاولي تتصرفي بشكل طبيعي. بعدين بتبعدي بهدوء وبتركبي سيارتك. تمام. رح يكونوا هنيك ورح تكوني مراقبة. لا هيك خليكي طبيعية وكأنه ما في شي غريب. ماشي فهمت، بس رح تخبرني بعدين شو بيصير؟ ما طبعا طبعا، أساسا أنت ما رح تروحي، رح ترجعي لهون لأنه ممكن نحتاج السيارة. مفهوم. تمام، خلينا نخلص هالموضوع. ما نخلصه. هات لنشوف بقى شو رح يصير.
خوفتيني شبيك؟ لا تخافي اختي، بتشتري مني محارم؟ ايه بشتري. خدي. عن جد شكرا كتير. على شو حبيبتي؟ يلا روحي على بيتكم. فيكي شي؟ قبل ما اروح خدي هاد الظرف مني. شو هاد؟ قالوا لي انت بتعرفي شو هاد. العم على هالقصة. اختي تصبحي على خير. يلا يا احلام لا تضيعي وقت، اركبي السيارة. يا شباب انتوا لا يمل منكم، بس مضطر روح. الله معك موفق. يلا بشوفكم. العمى شو خبيث، متنكر بجاكيت قديم لكان. أحلام قول مجد عم اسمعك. تعالي على نفس المكان، محتاج السيارة فورا. حاولي تستعجلي. ايه دقيقة وبكون عندك. يلا يا أحلام يلا 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 يلا. وقفي بس، امشي 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 من محل ما اشرت لك. ها 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 هذا هو. مين بيكون؟ واحد من الشباب اللي كانوا واقفين جنبك ومتنكر، عم نلاحقه، المفروض تضلي قريبة منه. فهمت، يعني عن جد هنن كانوا عم بيراقبوني. ايه بس خلينا نشوف وين نهاية هالطريق اللي هو رايح فيه. وانت كيف عرفت بقى؟ يعني انا ما حسيت انه في حدا عم بيراقبني. هذا اللي بيسموه سر المهنة، لازم تشكي بكل شي بيصير حواليك. شو كان في بالظرف؟ صور جلال بياع الكباب، وفي شوية كتابات لسه ما لحقت شوفهم. خلص مو مهم هلا، منشوف ولا نرجع. ليكي عم يلف من هون، خليكي ورا. تمام.